ومرحبا بكم أعزائي مشاهدي فضائية العراق التربوية وأعزائي طلبة الصف السادس العلمي. ألتقيكم بدرس جديد من دروس الأحياء، واليوم نتعرف على تصنيف الأنسجة الضامة. بعد ما تعرفنا على المكونات الأساسية وهي الخلايا والألياف بأنواعها وأيضا المادة اللي بين خلوية، فاعتمادا على قوام هذه المادة البين الخلوية يتم تصنيف الأنسجة الضامة إلى نوعين أساسية وهي نسيج ضام أصيل ونسيج ضام خاص. فنلاحظ النسيج الضام الأصيل حسب كثافة محتوياته من الخلايا والألياف يصنف إلى نوع نسيج ضام رخو أو مفكك، والنوع الثاني اللي هو النسيج الضام الكثيف. النسيج الضام الرخو أو المفكك يصنف أيضا تصنيفات فرعية إلى نسيج ضام هللي أو خلالي، نسيج ضام شحمي، نسيج ضام متوسط، ونسيج ضام شبكي، ونسيج ضام مخاطاني. أيضا النسيج الضام الكثيف يصنف إلى نوعين، لاحظوا معي، إلى نسيج ضام أبيض كثيف، نلاحظ نسيج ضام أبيض كثيف أو نسيج ضام مغراوي كثيف، والنوع الثاني هو نسيج ضام أصفر كثيف أو نسيج ضام مرن كثيف. هذا النوع الأول، النوع الثاني. أما النوع الأول نرجع إلى تصنيف النوع الخاص من الأنسجة الضامة، وهو يصنف إلى الغضروف والعظم والدم واللمف. فنوع النسيج الضام الخاص راح يشمل لنا الدم واللمف والغضروف والعظم. نتعرف الآن على النوع الأول أعزائي الطلبة، ونبدي بالأنسجة الضامة الأصيلة ونتعرف على أنواعها، لأن وضحنا أنه تتميز إلى عدة أنواع. فأول الأنواع اللي هو النسيج الضام الرخو أو المفكك راح يتألف لنا من مجموعة أيضا من الفروع أو الأنواع المتفرعة منه. فعندنا النسيج الضام الهللي أول نوع، والنسيج الضام الشحمي، والنسيج الضام المتوسط، والشبكي، والمخاطاني. كل واحد منهم نتعرف على ميزاته، موقعه، أهميته بهذا الجدول الموضح أمامنا. فنلاحظ النسيج الضام الهللي مميزاته هو أكثر النسج الضامة شيوعاً، وتتميز فيه جميع أنواع الألياف بكثافات متباينة، كما تتميز فيه أغلب خلايا الأنسجة الضامة اللي تعرفنا عليها سابقاً. يتخذ موقع تحت الجلد أو بين أعضاء الجسم المختلفة. وظيفته يغلف معظم تراكيب الجسم، نلاحظ، بضمنها الأوعية الدموية والليمفاوية والأعصاب. النوع الثاني اللي هو النسيج الضام الشحمي، تسود فيه الخلايا الدهنية. هنا شحمي فمعناها أنه موجودة في الخلايا الدهنية بشكل كبير، فلذلك تسود في خلايا النسيج الضام الشحمي الخلايا الدهنية كموقع تحت الجلد وفي مواقع خزن الدهون وأيضها. أهميته خزن الدهون، توليد الطاقة، الحماية من فقدان حرارة الجسم. النسيج الضام المتوسط، وهذا النوع من النسيج يكون غير متخصص وتنطمر خلاياه في مادة بين خلوية تكون سائلة. يوجد أو كموقع يتواجد في المراحل الجنينية المبكرة، ثم يتخصص إلى أنواع الأنسجة المختلفة الأخرى لدى البالغين. وظيفته حتكون الإسناد. النسيج الرابع اللي هو الضام الشبكي، وهو من الأنسجة الضامة البدائية، وتسود فيه الخلايا الشبكية ومادة البينية بين الخلوية تكون سائلة. يوجد في الأعضاء الليمفية، في نقي العظم، وفي الكبد كوظيفة إلى راح تكون الإسناد. النسيج الخامس النوع الأخير اللي هو الضام المخاطاني، يتكون من أرومات ليفية ذات مظهر نجمي تنطمر في مادة جيلاتينية مخاطية، موجود في الحبل السري، ووظيفته أيضا الإسناد. ننتقل أعزائي الطلبة إلى ملاحظة عندنا عند المقارنة بين أنواع الأنسجة الضامة. نلاحظ الضامة الرخوة المفككة، يذكر التركيب لكل نوع من أنواع الأنسجة من حيث نوع الخلايا، الألياف، المادة بين خلوية إن وجدت، والموقع والوظيفة في حال كان عندنا مقارنة بينها.
سؤال: عدد أنواع النسج الضامة الرخوة تبعاً للخلايا والألياف المكونة لها. هذا ممكن السؤال يكون كتعداد، أو عندنا سؤال كمقارنة، فتعرفنا على أنواع الأنسجة الضامة الرخوة أو المفككة وميزاتها وأنواع الخلايا والألياف فيها والمادة البينية إن وجدت. النوع الثاني عندنا النسيج الضام الكثيف، ويصنف تبعاً لكثافة الألياف فيه، فهنا تصنيفه راح يكون تبعاً لكثافة الألياف إلى نسيج ضام أبيض كثيف ونسيج ضام أصفر كثيف. نسيج الضام الأبيض الكثيف، أو ما نطلق عليه بالنسيج الضام المغراوي الكثيف، تسود فيه الألياف المغراوية. أما إن يكون ترتيب الألياف فيه منتظماً كما في الأوتار، يعني ترتيب الألياف إذا كان منتظم في هذا النوع من النسيج فراح يكون موجود في الأوتار، أو غير منتظم كما في أدمة الجلد. النوع الثاني هو النسيج الضام الأصفر الكثيف، أو النسيج الضام المرن الكثيف، تسود فيه الألياف الصفر، ويوجد فيه الروابط كما في الرابط القفوي في منطقة العنق. ننتقل أعزائي الطلبة، وهذا رسم، نلاحظ رسم توضيحي أو تخطيطي للنسيج، بعض أنواع النسيج الضام المفكك الرخو اللي هو النسيج الضام الشحمي والنسيج الضام الشبكي. والشحمي وضحنا أنه تسود فيه الخلايا الدهنية، بينما النسيج الضام الشبكي توجد فيه الخلايا الشبكية. ننتقل أعزائي الطلبة إلى أيضا بعض الرسومات الأخرى ضمن النسج، فنلاحظ عندنا النسيج الضام المخاطاني، هذا كشكل توجد فيه الأروما الليفية والأوردة والنسيج المخاطاني، والنسيج الضام المغراوي الكثيف اللي المنتظم اللي وضحنا موجود في الأوتار، فحزمة من الألياف المغراوية الشكل خلية مولدة للألياف، فهذا يمثل لي النسيج المنتظم. عندنا أعزائي الطلبة ما نوع النسيج كسؤال، نلاحظ تحت الجلد النسيج الضام الهللي الخلالي والنسيج الضام الشحمي. أعضاء الجسم المختلفة تكون نسيج ضام هللي خلالي، في مواقع خزن الدهون وأيضها يكون النسيج الضام الشحمي، في المراحل الجنينية نوع النسيج يكون الضام المتوسط، في الأعضاء الليمفية هذا وفي نقي العظم وفي الكبد كلها نوع النسيج فيها الضام الشبكي، الحبل السري يكون النسيج الضام المخاطاني، الأوتار نسيج ضام أبيض كثيف مغراوي منتظم، أدمة الجلد نسيج ضام أبيض كثيف مغراوي لكن يكون غير منتظم، الرابط القفوي أو الروابط فنسيج ضام أصفر كثيف مرن. فهذه مجموعة من التراكيب بالجسم والأعضاء بالجسم وأنواع الأنسجة المكونة لهذه أو الموجودة في هذه الأنسجة. أعزائي الطلبة الآن يصنف عندنا بعض من أنواع الأسئلة كفراغات، ممكن يصنف النسيج الضام الأصيل حسب كثافة محتوياته إلى ضام رخو وضام كثيف. يوجد النسيج الضام الكثيف المنتظم وضحنا قبل قليل في الأوتار، والضام المخاطاني موجود في الحبل السري. قوام المادة بين الخلوية قد يكون سائل أو نصف سائل أو جلاتيني صلب. فأعزائي الطلبة وضحنا أنواع وصيغ مختلفة للأسئلة اللي متعلقة بأنواع النسج الضامة من حيث الضام الرخو المفكك أو الضام الكثيف. وفي ختام وقتنا لهذا الدرس أتمنى الاستفادة من المعلومات، وإلى أن ألقاكم في درس مقبل إن شاء الله، تقبلوا تحياتي.